أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج بشرة خير. ربي اجعلها بشرة خير على السامعين، ربي اجعلها بشرة خير على قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربي اجعلها بشرة خير على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية، ربي اجعلها بشرة خير على جميع أبناء مصر. وندعو الله في هذه الأيام أن يبعد عن مصر الأمراض والأوبئة والكورونا وأن يمتعكم بالصحة والعافية. نحن الآن في معهد من أكبر معاهد البحث في مصر، معهد البساتين، المعهد الذي يقوده عالم من العلماء الكبار الدكتور أيمن حمودة، الذي جعل من المعهد قبلة للعاملين وقبلة للباحثين، وهو دائما ما يجوب مصر شمالا وجنوبا، يجود في الإنتاج هو وكتيبة العمل التي يقودها، رجل عالم دانت له العلوم، دانت له المعرفة، لأنه مخلص في عمله، يعمل ليل نهار مع كتيبة كبرى في مركز البحوث الزراعية. نرحب بك يا دكتور أيمن. ألف أهلا وسهلا بحضراتك وشكرا على المقدمة. يا رب أكون أنا عند حسن الظن وعند مقدمتك الحلوة دي، وبأمن على دعوات حضرتك وبأمن عليهم يا رب، يجعل جميع دعواتك مقبولة إن شاء الله وتبقى بشرة خير على مصر كلها. حضرتك احنا دكتور قبل ما بندخل في الأسئلة عايزين حضرتك تدينا الهيكل التنظيمي بتاع المعهد. الأول بنعرفها على معهد بحوث البساتين. معهد بحوث البساتين ده من أقدم المعاهد على مستوى مركز بحوث زراعي، هو تأسس سنة 1911 تحت اسم مصلحة البساتين. ومصلحة المسنين انه بهذا المسمى الى سنة حوالي 71 في اللي هي في انشاء مركز البحوث الزراعية تسمى باسمه اللي هي معهد بحوث الحاصلات البستانية. فمعهد بحوث البساتين من اقدمها، صحيح ده احنا عدينا المئوية بحوالي 10 سنين. زي مئوية الاهلي كده مثلا. تمام ويمكن تمام. فهي الحمد لله المعهد قديم صحيح وقديم جدا، وهو من اعرق المعاهد البحثية في مركز بحوث الزراعية، وبيضم طبعا حضرتك حوالي 1600 وفوق ال 1600 كادر بحثي. المعهد لوحده. للمعهد لوحده. بس ده 1600 كادر بحثي دول موزعين على المحطات البحثيه التابعه ليه. من اول حضرتك المطاعنة جنوبا. المطاعنة. انا عندي ممثلين من معهد بحوث البساتين في المطاعنة. لغايه العريش. المطاعنة في هنا. تمام. ولغايه العريش عندي ممثلين لمعهد بحوث البساتين في العريش. فال 1600 باحث دول وحوالي 1600 زيهم كادر عام ومهندسين زراعيين وهيئات خدميه للكادر البحثي، فدي احنا عندنا يمكن اكتر من 3000 عامل في معهد بحوث البساتين. فهو معهد عريق باقدميته، معهد عريق باحثينه والعاملين فيه، معهد عريق بعلمه، وهو هو عباره برضه عن حوالي 19 قسم بحث. ويكفى حضرتك على رأس هذا المعهد. ربنا يخليك، ده ذوق كل شرف، ربنا يكرمك. فهو 19 قسم، بل 19 قسم بيمثل هو بالضبط معهد بحوث البساتين، معني بالحاصلات البستانية اللي هي الفاكهة، الخضار، الزينة، النباتات الطبيعية العطرية، الأشجار الخشبية. فهو يمكن معظم المحاصيل هو يعني 19. هو يعتبر ابو تمام المعاهد، يعني ابو المعاهد فعلا فعلا. فهي 19 قسم بحثي، حوالي 7 منهم اقسام بحوث فاكهه. لو تحب اثريد هو اثريد. لا اتفضل يا فندم، احنا معنا احنا بنتكلم للمشاهد يعني. اقسام بحوث الفاكهه اللي هي في اقسام متخصصه زي قسم بحوث الموالح، قسم بحوث العنب، دي اقسام متخصصه جدا، بتبقى على أهمية المحصول، بتبقى القسم كله قائم على محصول معين من الألف والممارسات الزراعية بإنتاج اللي هي الأصناف الجديدة وكلها.
دي في اقسام متخصصه زي قسم بحوث العنب، قسم بحوث الموالح، في اقسام اللي هي زي قسم بحوث الفاكهه الاستوائيه، اقسام بحوث الفاكهه المتساقطه، قسم بحوث الزيتون والفاكهه شبه المناطق الجافه، في اللي بيخدم على دول كلهم قسم بحوث تداول الفاكهه، في برضه قسم تابع بيخدم على دول كلهم اللي هي انتاج الاصناف الجديده لقسم تربيه الفاكهه. دي اقسام بحوث الفاكهه. ونيجي لاقسام بحوث الخضر، هنلاقي اقسام بحوث الخضر برضه، هتلاقي في اقسام اللي هي اقسام بحوث الخضر ذاتيه التلقيح، قسم بحوث الخضر ذاتيه التلقيح اللي هي زي الطماطم، الفلفل، البتنجان، اللي هي البقوليات عموما، اللي هي المسلة، الروبيا، الحاجات دي. قسم البحوث الخلطيه التلقيح زي القرعيات، الكوسة، الخيار، البطيخ، الحاجات دي، دي خلطية التلقيح. قسم بحوث التكاثر الخضري اللي هو يعني بيه البطاطس، الفراولة، أي حاجة تتكاثر خضريا. قسم بحوث تربية الخضر والنباتات الطبية، ده برضو القسم اللي هو المعني بإنتاج الأصناف الجديدة والهجن الجديدة للخضر عامة، قسم بحوث تربية الخضر والنباتات الطبية. في قسم إنتاج اللي هي تكنولوجيا إنتاج البذور، اللي هو ازاي نعمل اللي هي الطرق المثلى، وازاي بنكتر الاصناف بتاعتنا والهجوم بتاعتنا من خلال قسم انتاج التكنولوجيا انتاج البذور. وبعدين بعد كده قسم برضه خدم ليهم كلهم قسم تداول الخضر لتقليل نسبه، طبعا سواء تداول الخضر وتقليل اللي هي تداول الفاكهه ده لتقليل الفاقد وايجاد انسب المعاملات وانسب الطرق للتعبئه والتخزين والنقل وخلافه لتقليل نسبة الفائدة. ده الأقسام اللي هي خضر وفاكهة. بالنسبة لأقسام الزينة حضرتك في قسم تنسيق الزينة وتنسيق الحدائق، قسم بحوث الحدائق النباتية، قسم بحوث الفلورة المعنى بالفلورة المصرية وتصنيف النباتات، في قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية، في قسم بحوث الأشجار الخشبية. دول ال 19 قسم اللي هم للمعنى. في برضو حضرتك معامل خدمية بتخدم سواء المعهد سواء القطاع الخاص، سواء اللي هي زي المعمل المركزي عندنا، في معمل مركزي للتحاليل الكيماويه، في معمل البيوتكنولوجي، في معامل زراعه انسجه، حوالي 5 معامل في المعهد هنا. فدي كلها معامل كلها بتخدم القطاع برضه البستنه، سواء في الداخل او في الخارج. حضرتك دلوقتي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المبجل ووزير الزراعة اتجهت الدولة حاليا للتقاوي الخضر للاكتفاء الذاتي من التقاوي. عايزين حضرتك احنا يعني فخامة الرئيس بتكلم في العموم، احنا مطلوب مننا ايه التفصيلات، تمام، نفصل للناس يعني ايه احنا عندنا ايه في الخضر والفاكهة المكتفين فيه، ايه اللي هنعمله على مدار ال3 سنين. السيد وزير الزراعة قال لك انه في مسافة 3 سنوات هنكون قد اكتفينا من الخضر والفاكهة من التقاوي. عايزين حضرتك ايه الخطوات وليه بدأت الدولة فيها يعني؟ احنا من حظنا فوق الوصف زي ما بيقولوا، ومن نوايانا السليمة ان ربنا بعت لنا، ودي والله ما هي نفاق. لا ده رئيس دولتنا بعت لنا ما هو كبير العيله هنفخ كبير العيله فخامه الرئيس. حضرتك هقطع سيادتك في الحته دي، لما احنا نتكلم على كبير العيله ابويا الرئيس ده بغض النظر على سنه صغير هو كبير العيله وهو ابو الدوله، لما انت تتكلم عنه اتكلم عنه بحريتك ما فيهاش. لا ده انا قصدي على اتكلم عنه حضرتك من حيث المواصفات والتوقيت اللي هو جه فيه، ده حضرتك كرم من عند ربنا. الحمد لله. انا بتكلم دي بكل صافي نيه، لان التوقيت اللي هو والنوعيه اللي جت النوعيه اللي احنا كنا محتاجين، النوعيه بتاعت فخامته دي قائد وبنفس المواصفات وحاطط كل حاجه في يعني حضرتك الزراعه في نصابها، كل حاجه في نصابها وكل حاجه باصص لها وكل حاجه بيتابعها بنفسه. تمام. فدي من حظنا احنا. ف يمكن احنا كمعهد بساتين شغال في انتاج تقاوي الخضر من زمان، بس زي ما تقول برضو العمليه ما كانش فيها الدفعه والتركيز عليها، وكانت العمليه عباره عن يا مشاريع بحثيه يا عمل فردي للباحثين. مين اللي سلط الضوء ومين السبوت بحيث ان يدي البوش؟ تمام كده. ده فخامه الرئيس ومعالي الوزير عز الدين ابو سيد ومعالي الوزير سيد القصير، فباهتمامهم باهتمام بالنقطه دي ان احنا بنستورد
حوالي 95-98% من تقوى الخضر. كتير قوي. ال 98% يمكن كان زمان مفيش مشكله في العمليه دي. ليه؟ كان الدولار لسه يعني ما غليش، فكانت العمليه سهله بسيطه دلوقتي. اما مع غلو الدولار وحاجه دي بقت بتكلف الدوله عمله صعبه كبيره. فعمله صعبه كبيره، فهو لمس العمليه ف يعني اداها الاهتمام، وبناء عليها كل الاهتمام بقى على انتاج تقاوي خضر. ازاي ننتج تقاوي خضر؟ ازاي نقلل الفجوه دي من الاستيراد 98%؟ ازاي نقللها؟ وازاي وكمان نحقق الاكتفاء الذاتي. تمام. بس هي والحمد لله بدات العمليه من حوالي سنه 2019، فبدات تجميع الباحثين وبدات التجميع اللي هي الافراد اللي كانت العمليه عمليه فراده. بدات العمليه ازاي نجمع الباحثين دي، وازاي نجمعهم في هيكل وتنظيم معين اللي هو البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر. تمام. فالبرنامج تقاوي الخضر تم تأسيسه في 2019، وده بيضم حوالي 11 محصول من الخضر. ال 11 محصول دول يمثلوا اكتر من 95% من مساحه الخضر على مستوى مصر، فهم دول المحاصيل الاساسيه اللي تمثل 95% من مساحه الخضر. المحاصيل الرئيسيه بالنسبه لنا اللي هي اللي قسمناهم طبعا 11 محصول. ال 11 محصول اهميتهم قلنا ترجع ليه اللي هي المساحه المنزرعه منهم واهميتهم اللي هم ال 11 محصول. عملنا ليهم كل محصول عملنا له رئيس برنامج، ورئيس برنامج رئيس عمل، رئيس برنامج الطماطم، رئيس برنامج الفلفل، رئيس برنامج البطيخ، رئيس برنامج الخيار، وهكذا. بحيث ال 11 محصول ليهم 11 رئيس برنامج، كل برنامج ليه رئيس وليه تحته طقم من الباحثين منتشرين على مستوى المحطات المختلفة. احنا شغالين يمكن البرنامج في حوالي 11 موقع على مستوى الجمهورية. تمام. ال 11 موقع هتلاقيه من المحافظات المختلفة، هتلاقي في القليوبية أها وطوخ، هتلاقي في الغربية الجميزة، هتلاقي في المنصورة البرامون، هتلاقي في الصعيد شندويل، هتلاقي حضرتك في القناطر الخيرية في القليوبية، وهكذا. هتلاقي حوالي 11 موقع بنشتغل فيهم، وفي سخف كفر الشيخ زي تمام، وفي البستان في النوبارية برضه ده موقع حضرتك. فهم 11 موقع شغالين فيهم البرنامج بمحاصيله المختلفة. فالبرنامج حضرتك احنا قلنا يمكن احنا يهدف لإيه؟ ازاي نقلل نسبة الاستيراد عشان العملة الصعبة دي، واحدة. التانية ازاي انا ما زودش اعباء الفلاح، لان اول عبء الفلاح هي التقاوي، والتقاوي بينعكس عليها حاجات كتير جدا. ومدخلات الانتاج، ما هي مدخلات ومن مخرجات الانتاج نوعيه التقاوي. ما لو نوعيه التقاوي رديئه المخرجات عندي يبقى كل مصاريفي مش هتديني العائد بتاعي. بالظبط. فاحنا بالاول الاساس اللي مبني عليه في الزراعه كلها التقاوي، لازم التقاوي تكون سليم. فاحنا هنا اهتمينا بالحكايه دي بالبرنامج ان شاء الله. فاحنا اهتمينا بال11 محصول زي ما اقول لحضرتك، وعملنا لهم المحطات المختلفه للبدء فيهم، وبدانا العمليه دي نجمع ازاي بقى. نقول ايه؟ ان احنا بدانا نقول ان في مرحله عاجله ومرحله اجله. بالظبط. اللي هي برامج التربيه، يمكن زي ما انت حضرتك عارف ان برامج التربيه بتحتاج وقت كبير عشان انتج صنف او هجين، بتحتاج وقت. فالوقت احنا يمكن احنا مش سعفنا، احنا عايزين ففي احنا قلنا البرنامج العاجل لينا احنا هنشتغل فيه على الحاجات اللي جاهزه فعلي من المعهد، ازاي نجمعها من الباحثين، وازاي نجمعها من الافراد، وازاي نجمعها من المشاريع اللي كانت في المعهد، بحيث ان احنا نعمل عمليه تجميع تقييم ونبدا بيه ده كخطوه اولى، كخطوه عاجله. وبناء عليها حضرتك احنا في ظرف سنتين بس سجلنا حوالي 24 هجين وصنف. تمام. من الطماطم، البطيخ، الخيار، اللوبيا، البسلة، الفاصوليا، المحاصيل المختلفة. فتم تسجيلهم. ومعنى برضو عشان برضو نكون يعني يعني أطمن المزارع وأطمن، عشان يتم تسجيل أي هجين أو صنف لازم بنقارنه بالمقارنه بالصنف المتداول والتجاري في السوق. احسن صنف في السوق او احسن هجين في السوق بيتم المقارنه بيه.
تمام. فكونه يتم المقارنة به لا يتم تسجيله إلا إذا تفوق على الصنف المقارن أو تساوى معه. إن لم يتساوى أو يتفوق لا يتم تسجيله. فمعنى كونه سجل ده دليل على إن تفوقه أو تساويه مع الصنف الأجنبي أو الصنف المتداول تجاريا في السوق. تمام. فده بالضبط ده اللي هي إيه اللي احنا اشتغلنا عليه. فكان الصنف اللي هي المحور العاجل تم تسجيل ده نتيجة جهد سابق لمعهد بحوث البساتين وجهد باحثين لمعهد بحوث البساتين باحثين معهد بحوث البساتين. فتمت إيه حضرتك اللي هي تسجيل حوالي 24 صنف وهجين زي ما ذكرت لحضرتك. المحور إلا آجل اللي هي برامج التربية اللي بتاخد وقت شوية اللي بتاخد وقت شوية دي بدأنا فيها وإحنا بدأنا فيها فبدأنا فيها اللي هي برامج التربية ودي بتاخد وقت شوية إن شاء الله بنحاول نسرع فيها بقدر الإمكان لأن السرعة يمكن مطلوبة وسيادة الرئيس هو يعني متابع بنفسه في العملية دي. فإحنا إن شاء الله برضو في ظرف في حاجات هتطلع بسرعة في ظرف السنة دي أو السنة الكتير الجاية إن شاء الله هتتوالى اللي هي تسجيل الهجن والأصناف الجديدة إن شاء الله الناتجة عن برامج التربية. حضرتك أنت قلت أنت بدأتوا من 2019 طب إحنا وصلنا لكام في المية دلوقتي مع حضرتك؟ لا إحنا بدأنا مش بداية لا إحنا بدأنا من زمان 2019 دي كبرنامج هنقول النهضة تمام النهضة اللي قادها الرئيس مثلا تمام 2019 تمام تمام وصلنا لكام مثلا دلوقتي يعني إيه وصلنا لفين؟ احنا دلوقتي نطمن الناس انا هقول لحضرتك احنا وصلنا فين. احنا دلوقتي ماشيين بخط متوازي يعني الحاجه اللي بتتعمل في كام سنه لا احنا ممكن نعملها في اقل في عروه. فاحنا بنعمل ازاي بقى حضرتك دلوقتي انا لما ننتج هجين ويتم تقييم الهجين وتسجيل الهجين انا يمكن بعمل حقول اكسار للهجين نفسه يبقى عشان يبقى عندي ستوك بحيث ان يبقى عندي ستوك منه بحيث ان انا يبقى نسبه تغطيه وكمان بعمل حقول مشاهده في نفس الوقت يبقى منها اكسار ومنها حقول مشاهده عشان برضو احنا عندنا مزارع ليه صفه خاصه ان ما كانش يشوف بعينه ده ما يطبقش ما يطبقش فان ما كانش حقول المشاهده جدا مهم للغايه فلازم يشوف بعينه. فاحنا برضو مين اللي يمكن التقاوي برضو بيهتم بيها مين الشركات نفسها فلازم برضو تشوفها بعينها تشوف بعينها ايه اللي احنا بننتجه. فبندعو الشركات احنا بندعي الشركات بندعي المهتمين والمزارعين بحيث في ايام الحقل للمشاركه معاكم يعني تمام احنا يمكن دعينا للشركات للمشاركه معانا وفاتحين احنا برضو معهد بساتين الاصول والمراكز البحثيه انا ازاي انتج هجين. انتاج الهجين لازم التعاون مع القطاع الخاص الخدمه الوطنيه ايوه يبقى انتاج الهجين ده في ناحيه اكسار الهجين في ناحيه وانتاج الهجين ده حاجه ثانيه. احنا الاصول نستنبط واستنباط الهجين واستنباط الصنف ده احنا الاصول احنا نمد بيه انتوا العلماء ايوه اللي بعد كده لازم التعاون مع احنا يمكن تعاوننا مع الخدمه الوطنيه وفي بروتوكول بصدد التوقيع عليه مع الخدمه الوطنيه بحيث ننتج الهجين لان انتاج الهجين عايز امكانيات وعايز شركات كل العالم بيدخل البحث العلمي القطاع الخاص معاه تمام. فاحنا ان شاء الله احنا مدخلين الخدمه الوطنيه وندعو القطاع الخاص ويمكن يجي برضه هو برضه القطاع الخاص يا برضه لو ما شافش ما فيش واسطه في الهجين ولا الصنف يعني عشان واسطه لا انت ممكن مش العبره بالتسجيل كمان لا ده العبره بتداوله في السوق. انا دلوقتي لانه بينزل وفي تنافس كبير جدا مع نفس المحصول يعني هجين الطماطم فيه عده هجن ان ما كانش هو يثبت نفسه في السوق لا مش هيدنه بالظبط مش هيفضل في السوق. فاحنا بندعو كده للقطاع اللي هي الشركات بحيث ان هي اضرب الهجن اللي بتستورده اما تشوف الهجين بتاعنا تتبنى العمليه دي ونشوفها وازاي ننتجه معاهم بالتعاون معاهم مع الشركات القطاع الخاص والخدمه الوطنيه وان شاء الله هننجح في ان شاء الله في الانتاج. طيب يا دكتور دلوقتي احنا بنقول ان احنا بنستورد التقاوي ما فيش حاجه احنا يعني احنا مصريين يعني خلي بال حضرتك واصل الزراعه يعني حتى لو بصينا في الفراعنه وبتاع مرسومه على الجدران ان احنا بلد زراعيه. طب ايه التقاوي اللي احنا نعتبر مصر بتاعتنا يعني بنصدرها يعني من تعتبر دي مصريه
لا هي الموضوع انتاج التقاوي حصل فيه طفره كبيره. احنا اصل العمليه اما دخلت فيها وبقت العمليه دي بقت ميزانيتها عاليه جدا. ده في بعض الشركات لانتاج التقاوي تفوق ميزانيتها تفوق ميزانيه الدول بالظبط. من عارف فدلوقتي بقت العمليه بقى فيه تنافس كتير جامد جدا وقوي جدا بين الشركات فاحنا ان شاء الله اما ندخل بس في التراك ازاي نتنافس، وان شاء الله هنتنافس وان شاء الله هنتغلب وان شاء الله هيبقى في مستهدف وان شاء الله هنقلل نسبه الاستيراد وان شاء الله هنعمل كل يعني احنا مثلا بنقول ده الملوخيه دي اصلها مصري تمام يعني ولا ايه الملوخيه دي من اولها لاخرها ده 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 انتاج مصري، القدماء المصريين كانوا بياكلوها. احنا عندنا في الصعيد بنقول على الباميه الويكه يعني واخد بالعادتك ايه اصلها مصري، الحاجات اللي هي اللي بناكلها دي تمام. بس هي العمليه كلها يا باشمهندس اللي هي ايه اللي ان الصنف يعني احنا لما ننتج مثلا هجين هديك كمثال اما ننتج هجين مش معنى كوني انتجت هجين ان انا خلاص وصلت للنهايه، لا ده كل سنه بيطلع مئات الهجر. فان ما كنتش اطور نفسي على طول على طول بانتاج هجين على طول، انا انتجت السنه دي هجين لازم انتج السنه الجايه هجين واحد لا يكفي، انتج السنه الجايه كذا هجين بحيث ان في تنافس كبير جدا وكل سنه بيبقى ليها مطالبات ومواصفات. فاحنا عشان التطور ده احنا ان شاء الله ان شاء الله هنواكب العمليه دي. احنا نعم اصل بس يمكن احنا كان في فتره تاخرنا فيها، فالحمد لله لقينا الدعم دلوقتي بحيث ان احنا ازاي نخش في الركب تاني وازاي نتفوق ان شاء الله. عندك برضه هندخل في حاجه، هل في ثقافات اكليه يعني مثل ثقافات الاكل يعني احنا مثلا كنا مثلا انا هتكلم عن نفسي انا كراجل صعيدي انا من الصعيد بنعتمد على نوعين او ثلاثه من الخضروات بنكون ما نعرفش غيرهم يعني طول عمرنا، هل في ثقافات دخلت في حكايه الاكل والشرب مثلا او دخلت مصر هي اللي وسعت الفجوه؟ مفهوم السؤال ولا مش مفهوم؟ لا مش فاهم قوي يعني حضرتك مثلا ايه احنا عندنا كانت الباميه والملوخيه ومش عارف ايه دول الثلاثه، احنا دلوقتي دخلت البيتسلة ودخلت مش عارف، هل الثقافات دي دخلت جديد علينا فوسعت الفجوه؟ هو الاكليه يعني انا هقول لحضرتك هي ثقافه الشعوب بتبقى الحكام موروثه موروثه ايوه فيعني ما يعني هي بتبقى يعني استوردنا افكار اكل بتبقى لا حضرتك بس بتبقى يعني انا هديك كمثال مثلا احنا شعب مصدر نباتات طبيه بالظبط مش شعب مستهلك يعني انا اقول لحضرتك يعني اول ما جيت شرفتني حضرتك تشرب ايه قلت لي اشرب قهوه اشرب شاي اشرب مش هتقول اشرب كاموميل اشرب نعناع اشرب لا مش هت ليه لان احنا ثقافتنا مش مستهلك فنفس العمليه احنا برضو احنا خدنا على نوعيات اكل معينه ودي اصلا صفه في الشعوب بتبقى صفه في الشعوب اللي حتى يقول لك الاكلات الصينيه الاكلات الهنديه الاكلات فهي بتبقى ليها بيبقى صفات بيبقى في الاكلات ونوعيه الاكلات ونوعيه المحاصيل اللي هي مستهلكه في كل بلد بيبقى ليها سماتها وليها صفاتها. ده انا بقول لحضرتك يعني ايه يعني مثلا في التسعينات الحاجات اللي هي تيك اواي ممكن نسمع عن يعني اغلب الشباب او احنا اللي هي الحاجات الاكلات المستورده دي ما عايزينش انه عشان ما تبقاش اعلان في القناه اللي هي الاكلات السريعه دي من الفراخ والفطائر واللي هنتكلم في العموم يعني دي حاجات دخلت علينا على مجتمعنا. انا بتكلم انه ممكن يكون الخضروات اللي احنا بتاع دخلت في يوم من الايام على المجتمع ما كانتش موجوده في وقت سابق. حضرتك احنا دلوقتي في بدات حتى في بقى لها دلوقتي بتبقى تدخل على هيئه محاصيل تصديريه لغايه اما الشعب ياخدها، يعني مثلا اديك مثال الاسبرجس. الاسبرجس ده حتى احنا بنسميها في المعهد يعني بنسميها في حاجه اسمها المحاصيل السنويه. السنويه اللي هي داخله جديد ومش منتشره وملهاش مساحات بس مطلوبه لقيمتها مطلوبه في الفنادق مطلوبه في الحاجات دي كلها. فدي ممكن على مر الـ الـ يعني بالتعود ممكن تدخل وممكن ان شاء الله يعني ممكن نستخدمها ان شاء الله. حضرتك احنا دلوقتي هندخل بقى اللي هي السائده اليومين دول المشكله احنا ما نقولش المشكله اللي هي البطيخ والمشمش والخوخ والبتاع ابتدوا يضربوا السوق يقول لك ده حاجات غير كويسه. في الفتره الاخيره ظهرت ما هنقولش مشكله ولكن اليوتيوب والناس متصيده للاخطاء ومش عارف قال لك البطيخ
بيجيب اسهال وفي ما اعرفش ايه وفي ايه وال اسمه المشمش ولا الخوخ والخوخ والحاجات الصيفيه دي، يعني خلطوا بينها وبين الامراض الصيفيه والناس تبلبلت ما بين كورونا وما بين البطيخ. وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر من كل سوء ويحفظها من العابسين باقتصادها ويحفظها من العابسين بمقدراتها. واحنا بنقول جينا النهارده لسيادتك عشان تشرح لنا ايه الحكايه وتطمن الناس. انا بحب اقول للناس الاول وبحب اطمنهم ان حتى بمجرد الحكايه دي دائما تثار في المواسم بتاعت كل محصول الحاجات دي. فالسنه دي اول ما حصلت معالي الوزير اصدر تعليماته ان نسحب عينات من السوق، وتم سحب عينات من السوق للتحقق للتحقق من الشكوى. فتم سحب العينات صحيح وقدرنا فيها المتبقيات والمبيدات وكل الحاجات دي كلها، وكل العينات من المناطق المختلفة اللي تم سحبها طلعت سلبية، يعني ما فيش أي حاجة. ده حضرتك. وأنا أحب برضو أطمن حاجة، إحنا يمكن إحنا دلوقتي بقالنا حوالي 3 أو 4 سنين وبدأنا ندخل في مصاف أوائل الدول في تصدير البطيخ. لا مش البطيخ بس، الحصلات المستنيه عامه. بقينا الاول في الموالح، الاول في الفراوله المجمده، الاول في الزيتون، المائده اللي هي دلوقتي العنب، وصلنا مرحله اللي هي الثالث. فاحنا دلوقتي بدانا كونها نوصل المراتب دي او الوضع ده او التصنيف ده، والدول دي كلها ليها اشتراطات بتبقى غايه في الصرامه. كون النبات او اللي هي الحصلات دي كلها تصدر بتبقى فيها اشتراطات كبيره جدا، بس برضه يهمنا تخضع. بس حضرتك برضه يهمنا المواطن. ما انا هقول لحضرتك، انا هجيبها لك. تخضع لاشتراطات جامده. طب حضرتك اللي هي كل الكلام ده، هو احنا بننتج حاجات خاصه للتصدير في مزارع خاصه للتصدير وفي لا. بتبقى المزارع كلها كونها تخضع للاشتراطات دي، فدليل على ان الممارسات الزراعيه اللي بيتم على الحصلات المستنيه عندنا كلها سليم، بدليل ان هنا زدنا في التصدير وزدنا في بقينا في المصاف اوائل الدول. طيب الحاجات دي بقى بتبقى ايه بقى راجعه لايه حضرتك؟ ممكن طريقه التداول، طريقه تداول اللي هي الفاكهه عندنا والخضار. طريقه التداول يمكن برضو عشان انا اكد لحضرتك، اما نيجي نصدر حاجه بنصدرها من اول ما بتخرج من الحقل بتخرج في براد في درجه حراره معينه، بيتم النقل في برادات في درجه حراره معينه، بيتم تخزينها وشحنها في برادات في درجه حراره معينة. بيتم عرضها حتى في سوبر ماركت في درجه حراره معينه اللي هي عشان ما تزودش نسبه تلف فيها. احنا للاسف الشديد، احنا للاسف الشديد في طريقه التداول عايزين يبقى في وعي فيها شويه. ازاي بقى حضرتك طريقه الوعي ازاي بقى حضرتك؟ يعني التداول من اول ما بتخرج من الحقل، لا بتخرج في براد ولا بتخرج في حاجات دي، بتخرج في طريقه نقل ممكن درجه حراره بترتفع جدا بتساعد على التلف بتاعها. يعني بتساعد على ايه؟ ان هي مده بقائها مده بقائها في السوق الاصول تبقى قصيره جدا. انا بساعد على مده البقاء اللي هي اللي هي الشيلف لايف او مده البقاء في السوق بتبقى قليله. ليه؟ نتيجه التداول ده درجه حراره غير مناسبه. تعال بقى شوف انت حضرتك جميع، هتلاقي النص او نسبه كتيره من الفاكهه بتباع على ايه؟ عربيات، مش في سوبر، على عربيات الشمس المباشره والشمس ودرجه الحراره كل الكلام ده كله بيساعد على ايه؟ على بيساعد الله على نسبه التلف فيه. فده الزراعه بريئه منها، الزراعه بريئه من الزراعه، وزاره الزراعه يمكن اللي هي ده. انا بقول ايه؟ نراعي الاشتراطات دي في التداول في الحاجات دي كلها. ما نلاقيش الحكايه دي، يعني انا متهيألي السوبر ماركت الكبير او الحاجات في الهايبرات والحاجات دي كلها هتلاقي الفاكهه نفسها هتلاقيها محطوطه فين؟ مغلفه ازاي؟ الحاجه ازاي؟ هتلاقيها امنه اكتر. انا بس حضرتك انا هقطع سيادتك في الحته دي. يعني احنا مجتمع ما هوش فقير ولا مجتمع، يعني خلي بالك احنا على قدر الامكان. خلي بالك هقول انه مثلا في ناس زرع مثلا نص فدان بطيخ، واخد بالحضرتك هي بتقطع البطيخ ده وبتعرضه، يعني ما فيش الامكانيات حضرتك اللي بتكلم عليها. أنا احنا بنتكلم حضرتك، احنا بنتكلم كمصري،
انت حضرتك بتتكلم في شريحه 10%، احنا بنتكلم في شريحه 90%. انا بقول لحضرتك كان زمان حتى الناس في تداول بطيخ، انت لو شفت شوادر بطيخ هتلاقي ايه؟ الرمل، الرمله حاطين الرمله، الرمله حتى بتبقى درجه حرارة تلاقيه عامل لها خيمه بالظبط، ورمله الرمله حتى لما تحت الخيمه بتكتسب درجه الحراره اللي هي مش العاليه، فهي بتساعد على تخزين البطيخ بتبقى احسن بالظبط. فحتى احنا بدانا عارف انت الاستسهال والسرعه، ولا رمل ولا ولا، فاحنا بنكسب السريع، لا البدايه يعمل كده نمشي زي ما كنا ماشيين، هم عايزين المكسب السريع، دي الحاجه اللي هي احنا عايزين بس نراعي الحته دي برضو عشان ما نحملش الحمل زياده عن اللزوم. ده ودي حاجات بالنسبه بسيطه. احنا ما بنحملش وزاره الزراعه دلوقتي، احنا البرنامج ده ارشادي. تمام. يعني انا اقول مثلا قطعت البطيخه دلوقتي من الحقل او من المزرعه، انا بقول علشان اتداولها انا اكلها انا كمواطن اعمل ايه؟ يعني واخد بالك ايه؟ انت دلوقتي انا زرعت البطيخه كويسه وانا قطعتها، انا دلوقتي جاي لعالم في مقام حضرتك قيمه وعلم وبتاع، عايز استفاد من علم حضرتك، انا قطعت البطيخه ازاي استعملها؟ ازاي نستعملها ان هي حضرتك ده يعني حتى نظام استخدام الفاكهه بره دائما وابدا يشتري ازاي؟ هو بيشتري بالحبايه، يعني تلاقي يشتري برتقانه، يشتري مش عارف ايه، يشتري الحاجات دي على قد احتياجه، على قد احتياجه. هتلاقي برضه البطيخ، هتلاقي بره، هتلاقي انا بشوف الهايبر يقول لي نص بطيخه والربع بطيخه والشقه بالبطيخ، دي ثقافه شعوب، دي ثقافه شعوب. اما احنا الكم الكتير وعدم العنايه بالكم الكتير ده اهو، فبيحصل 100% في ناس بتتلف. بس دي يعني احنا بنقول نغير سلوكنا ونغير شويه عشان تقليل اللي هي الاسباب. يعني دلوقتي انا عايز اطمن الناس، هل البطيخ ده فيه مبيدات؟ لا 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 لا, لا حضرتك نوصل. انا يمكن في اول حديث بقول لحضرتك ايه، تم اخذ عينات عشوائيه من الاسواق المختلفه والاماكن المختلفه، اماكن البيع لم يتم، كلها طلعت نتائج سلبيه، ما فيش متبقيات، ما فيش مبيدات. يعني علشان اطمن، واحب حضرتك يمكن برضو التواصل مع استاذنا الدكتور عبد المجيد، فاغلبيه اللي هي، ما انا كنت مع الدكتور محمد عبد المجيد، المبيدات المستخدمه حتى في البطيخ كلها مبيدات غير جهازيه. يعني غير جهازيه، يعني ما بتبقاش في الثمره نفسها، ما بتبقاش جوه، فما بتبقاش جوه، فهي العمليه لا 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 ما فيش مبيدات، ما فيش اي حاجه دي. والدليل كده هو حضرتك يمكن معالي الوزير امر باخذ عينات، مرضى وما رضيش يقول ان احنا يعني براء من العمليه دي الا بالتاكد بعد اخذ العينات، واخذنا فعلا عينات ودي حضرتك مثبته. طب ايه اللي ماخوذ يعني؟ وخلي بالك يعني انا لا هاجه ضد وزاره الزراعه ولا معاها، لا يعني مع المواطن، ايه اللي ماخوذ على الفلاحين اللي بيعملوه خطا مثلا؟ ممكن يرش الحاجه ويطلعها قبل ميعادها، دي ممكن حضرتك دي حاجات يعني احدى اسباب حضرتك اللي هي ساعات مبدأ العرض والطلب. لما يبقى السعر قليل، لما يبقى السعر قليل، فالساعات بيتم تخزين البطيخ على عرشه. فإذا كانت في الفترة اللي هي ناضجة، إذا خزناها بتدخل في أطوار مختلفة فبيتغير التركيب بتاعها، فممكن تؤدي لكده. تعالى بالعكس بقى حضرتك، لو السعر مرتفع، لو السعر مرتفع ولسه البطيخ ما نضجش، بيحاول يطلعها بسرعه قبل ما تنضج، بيبقى المكونات الكيميائيه بتاعتها برضو غير مناسبه للتداول، فبتبقى كده، فتبقى العمليه كلها عشان العرض والطلب بناء على السوق وبناء على الحاجات، فبيطلعها ساعات بتبقى غير ناضجه او مستويه زياده عن اللزوم، فهي بتدل. طب بالنسبه للاشراف بتاع وزاره الزراعه، هل وزاره الزراعه مثلا المعهد عند سيادتك او المتابعه، هل هناك في متابعة لعملية الرش وعملية المبيدات، ولا كل واحد ماشي بمزاجه مثلا الفلاحين؟ لا، هي المتابعة من قبل الوزارة، أنا المعهد حضرتك هنا هو يمكن اللي احنا بنتابع عن طريق دائما وأبدا في الندوات الإرشادية والحقول الإرشادية يعني والإرشاد والنصائح وبننزل نفسها لأماكن التركيز، وبيبقى كل حتى الدورات التدريبية بتاعتنا والندوات الإرشادية بتبقى عبارة عن بنروح دلوقتي لمناطق التركيز للمحاصيل المختلف، بحيث ان احنا نوعيهم امتى تسمن، امتى ترش، امتى ونوعيه الرش ايه ونوعيه الحاجات ايه، كل الحاجات دي بحيث الممارسات الزراعيه بتبقى عندنا
ان شاء الله بقدر الامكان, وده بقدر الامكان صحيح اكتر من 90% سليمه وتبقى تابعه للوزاره وتابعه التعليمات اللي عندنا, وتبقى ان شاء الله دي اللي احنا بنقوم بيه. المتابعه حضرتك ممكن من الوزاره نفسها بتتابع عن طريق المتابعه دائما وابدا على الحاجات دي كلها والزراعات. حضرتك في حاجه دلوقتي احنا هنطلع من المود ده وندخل ليه, كان زمان في هندخل برضه في حته البطيخ دي, كان عندنا بطيخ الشيليان وده كان من اجود البطيخ وكان حلو ومذاقه وما كانش بيزيد على من 4 كيلو ل 5 كيلو, راح فين الشيليان؟ احنا دلوقتي حضرتك في حتى عندنا برنامج البطيخ, هو تم تسجيل حوالي 5 هجن بطيخ من ضمنهم هجين اسمه سميناه هجين البرنس اللي هو الطيب بتاعه او الطراز بتاعه زي الجيزه بتاع زمان. احنا عندنا لغايه دلوقتي في صنف جيزه واحد عندنا البطيخ. والشيليان ده فين طيب؟ لا ان شاء الله ان شاء الله هنطوره وهيطلع احسن منه كمان. فاحنا دلوقتي الطيب بيبقى الطيب الجيزه ده اللي هي البطيخه برضو اللي ما تزيدش عن 4 5 كيلو, وبرضو اللي هي الانواع اللي هي بتزيد على ال 25 دي مطلوبه للفنادق والحاجات دي كلها. طب ال 25 كيلو ازاي وصلتوا له ال 25 كيلو؟ انا وصلناها حضرتك دي هجن بتبقى صفات فيها واللي بتبقى صفات الهجين من بتبقى صفات الثمره مثلا عشان بيبقى مواصفات دايما كل هجين يقول لك ايه المحصول بتاعه قد ايه, الانتاج بتاعه قد ايه, اللي هي وزن الثمره كام. ففي عندنا اصناف اللي هي مرغوبه للفنادق عامه بتبقى الحكايه دي مش مرغوبه للبيوت قوي طبعا, اللي هي ال 25 وال 20 والحاجات دي كلها بتبقى عايزه عيله جدا. كبيره مش حته عيله, عايزه ثلاجه خاصه تحطها فين. فاحنا دي بقى دي للفنادق مطلوب الهجن دي, اما اللي هي اللي حضرتك قصدك عليه الهجين بقى اللي هو الجيزه طيب او اللي هو شبيه الجيزه, احنا مطلعين هجين اسمه البرنس شبيه الجيزه بنفس ما هو عندنا هجين الجيزه نفسه, وان شاء الله في اصناف اللي هي عديمه البذره واصناف بذريه واصناف صفرة عديمه البذره البطيخ الاصفر, ودي 5 هجن سجلناهم منهم واحد اصفر. كان في البطيخ البلدي يوصل اكتر, يعني حضرتك معروف ده انقرض يوصل اكتر من 30 كيلو كان قد كده يعني. ده راح فين بقى؟ هي حضرتك اللي موجوده بتبقى دي اللي بنستخدمها بس ما كانش حلو يعني من الداخل كان يعتبر وردي. كل السلالات دي حضرتك بتدخل في برامج التربيه, وعندنا يمكن في برنامج التربيه عباره عن الفرشه من السلالات العديده. السلاله دي كل سلاله ليها مميزاتها, ازاي انا دي فكره مبسطه ازاي اطلع هجين, ازاي انا اخد صفات السلاله الكويسة هنا هو والصفات السلالة الكويسة هنا, وازاي ألقحهم ببعض يطلعوا لي هجين جديد يحمل الصفتين اللي هي الكواليتي والحاجات دي. فاحنا دي كل السلالات اللي حضرتك بتقول عليها دي ما ماتتش ولا حاجة, بس بنستخدمها في انتاج الهجن الجديد. كنت انا في ولاية مانورس داكوتا بالولايات المتحدة الامريكية في جولة من الجولات, وبعدين شفت الفلفل ده نصه حراق ونصه بارد, ازاي توصل العلم ما عايزين نستفاد من ان يعني يوصل نص الفلفلايه تبقى مش حاره والنص الثاني حار؟ هي الحرافه والحاجات دي بتبقى راجعه لماده الكابسيسين الموجوده في الفلفل, فهي بتتركز دائما وابدا. هي ممكن ايه ممكن بعض الاصناف, هي بقول لك حضرتك دي بتبقى عباره عن ازاي اهاجر صنف بصنف وازاي اخد صفه من صنف وازاي اخد صفه من صنف صفه الحرافه من صنف والصفه اللي هي عدم الحرافه من صنف اخر. فهي الحرافه دائما وابدا بتتركز في دائما في طرف الثمره. فهنا هو ممكن حضرتك نسبه الحرافه في طرف الثمره بتبقى اعلى من اللي هي اخر الثمره, فهي بتبقى دي بيبقى هي كده بتوصل العمليه دي. فهي لا ده بالعلم التربيه والحاجات دي بتوصله. دلوقتي بقى الالوان في الفلفل بقت عديده. وبعدين شفت حاجه تاني برضه يا دكتور بعد اذن حضرتك في الطماطم, بس دي حد باحث كبير زي حضرتك برضه في نص داكوتا وسالته عليها زي سيادتك كده, لقيت الطماطم قعدت حوالي 10 ايام مش بايظه, وانت عارف نص داكوتا دي جنب كندا درجة الحرارة تعتبر تحت الصفر والطماطم مش بايظة. فسألته قال لي احنا خدنا جين من السمك وطعمنا بيه الطماطم فتحمل البرودة, هل ممكن احنا نوصل للتكنولوجيا دي هنا؟
هي دي بس عليها هي حتة تحفظ بس صغيرة في دلوقتي الحاجة المهندسة الوراثية بيبقى عليها تحفظات كتير. احنا دلوقتي بنستخدم ازاي انا عندي الفرشة بتاعتي ده بالسلالات عديدة كل سلالة بتحمل صفات معينة، الصفات المعينة دي انا باخد منها مثلا اذا كانت صفة المقاومة او صفة الانتاجية او صفة اللون السمر او صفة، باخد الصفة اللي انا عايزها من الاب وباخد الصفة اللي انا عايزها من الام وبيتم التلقيح منهم وانتاج صنف جديد يبقى مقاوم يبقى صفات كذا يبقى مقاوم يبقى بيحمل صفات تانية خالص بيبقى ده صفات العجين، فبنحددها بناء على السلالات اللي عندي وانا عايز صفة ايه اللي اخدها. ففي مثلا عندنا في الطماطم زي ما قلت حضرتك في عندنا الطماطم دلوقتي بتزرع على مدار السنة في العروات كلها في عروات اللي هي بتتحمل مثلا اللي هي في درجات الحرارة عالية الصقيع والحرارة في حاجات تتحمل درجات الحرارة المنخفضة فدي ليها اصنافها وهجنها الهجن بتاعتها ودي ليها الهجن بتاعتها، في حاجات الهجن بتاعتها تتحمل درجات حرارة عالية بناخد من الاب او الام صفة الحرارة العالية وبناخد من الام اللي برضو الاب او الام صفة المرغوبة وازاي انا القاحهم بعض وانتج عجين للعروة المناسبة ليه سواء العقد الحراري او اللي يتحمل درجة الحرارة المنخفضة على مدار فكل حتى عشان كده هو نقول ان كل عروة ليها اصنافها وهجنها الهجن بتاعتها الخاصة بيه دي احسن مثلا العروه النيليه في العروه الصيف ليها هجين كذا وكذا العروه النيل ليها كذا هجين كذا وكذا بحيث المناسب ليها بتبقى دي البرامج التربيه والمربي هو القماشه بتاعته معاه وهو اللي بيحدد انا عايز ايه وعايز اطلع بيها في العروه الهين وعايز مواصفات ايه. طب ده هيقودنا لحاجه انت حضرتك انت اللي لفت نظري ليه، هل احنا ممكن نطبق الهندسه الوراثيه عندنا في الخضر والفاكهه ولا مش ممكن؟ هي ممكن تطبيقها بس لغايه دلوقتي بقول لحضرتك عليها تحفظات اللي هي المهندس وراثيا ده احنا فيه دلوقتي حتى لما نيجي نستورد حاجه او نصدر حاجه بيطلبوا شهادات دلوقتي ان هي غير مهندسه وراثيه. بحضرتك بس احنا بايه فول الصويا دلوقتي مهندس وراثيه اللي بيستورد اللي هي الهندسه الوراثيه بمعنى نقل جين او اول اخره دي بتبقى الحكايه عليها تحفظات شويه لسه العلم طالما احنا في العلم في ممكن يبقى في بعد كده في تطورات اخرى ولا اخر. اما انا دلوقتي حضرتك انا يمكن بنقل الصفه اللي هي مش هندسه وراثيه بقى لا ده تربيه بنقل الصفه المرغوبه مش بنقل جين بنقل صفه عامه او تشيل مرض وتحط او حاجه مريضه بتحط حاجه قويه انا بحط انا مثلا حضرتك انا مثلا في الطماطم زي ما انت حضرتك قلت في صنف عندنا بيتحمل الملوحه مثلا الاتكاوي الاتكاوي ده صنف مصري حتى جاي من ادكو واخد بالك فالصنف ده يتحمل حراره يتحمل الملوحه العاليه فاحنا الصنف ده هو ده الاستوك بتاعي اما نقول عايزين ننتج هجين مقاوم للملوحه باخد الصنف الاتكاوي ده وبلقحه في صنف اللي هي صنف تاني اللي هو يحمل صفات مرغوبه بحيث ان انا ادخل له صفه التحمل تمام فدي بتبقى صفه طبيعيه ان انا بلقح بلقح عمليه ملقح باخد المتك من الزهره والماسه من الزهره وبلقحها فدي ما بتبقاش مهندسه وراثين اكتر منها انتاج هجين تمام غير اما انقل جين معين ده بتبقى ليها تحفظات دلوقتي احنا عايزين الحاجات المبشرات انت كل كلامك مبشر وكلامك ربنا يكرمك ممتاز وحلو عايزين حضرتك احنا نعتبر ايه اللي حققناه اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهه بالنسبه هنا في مصر يعني احنا في الانتاج بالانتاج انا في الانتاج احنا محققين اكتفاء ذاتي وبنصدر يعني ايه الميزه اللي حضرتك احنا بنصدر فوق ال 700 الف طن بطاطس تمام وبنحقق الاكتفاء الذاتي يمكن حتى احنا فايضين على الاكتفاء الذاتي عشان كده حتى سعر البطاطس بيقل دلوقتي يعني اما احنا بنصدر بنصدر الطماطم والطماطم المجففة بنصدر حضرتك بقول لك بقينا الاول في الموالح بقينا الاول في الفراوله بقينا الاول في الثالث في العنب بقينا كل الكلام ده محققين كنا نصدر يعني ده الفائض فائض يعني محققين يعني محققين الاكتفاء الذاتي والفائض وبنصدر وبدانا حتى ناس يعني في اسواق بفضل يعني حتى رعايه مع الوزير ف
فتحنا اسواق جديده لاول مره سوق ياباني فتحت بتاعت الشرقيه بتاعت اليابان لسه لسه فده دليل على قال لي عليها ده دليل على الجهد الوزاره وجهد الحجر الزراعي وجهد المزارعين وجهد نوعيه الثمار نفسها. احنا لو احنا ما اثبتناش نفسها في نوعيه الثمره معلش مش هتفتح لك اسواق. طب حضرتك ايه النقص اللي عندنا بالنسبه للخضر والفاكهه اللي ممكن احنا بنستورده من بره؟ يعني برضه احنا عايزين احنا اللي بنستورد من بره حضرتك اللي هي بنستورد اللي هنقول البطاطس مش لل لا التقاوي ده وبنستورد حضرتك برضه كتقاوي ده صناعه كبيره صناعه التقاوي حضرتك لا احنا كثمر نستورده لا انا ما اعتقدش يعني عندنا. كفاكهه مثلا بنجيبها من بره لا حاجات اللي هي لا مثلا ممكن حضرتك في ناس بقى اللي برضه عشان برضه احنا ما بنبقاش الحكايه حكر على المستهلك معين نوعيه مستهلك معين في نوعيه مستهلك معين عايز تفاح امريكاني مثلا كيوي مش عارف ده بنستورد ودي على الحاجات السوائيه اللي ما بتتزرعش عندنا حضرتك دي حاجات بتبقى على حاجات يعني بسيطه يعني انا متهيألي يعني مش هي الاساس اللي احنا بنستورد لا ده دي بتبقى طلبات خاصه لناس لنوعيه خاصه يعني طب دلوقتي احنا عايزين نطمن الناس ونطمن المصدرين ان مصر بفضل الله سبحانه وتعالى امنه بشعبها وامنه بمواطنيها المصدرين هل هناك عقبات امامهم في حكايه التصدير الخضر والفاكهه والشرطات معينه ولا الامور ماشيه كويسه؟ هي والله العقبات والحاجات دي يمكن برضو معالي الوزير امر عشان التصدير والسرعه اللي هي مبدا الشباك الواحد. دلوقتي فتحنا معامل بقينا المعمل بدل ما المعمل المركزي مثلا عندنا حضرتك ان هو مثلا المتبقيات في الدقي فقط لا ده احنا فتحنا في المدن في المواني ده لتسهيلا لعمليه التصدير والاستيراد والتصدير والحاجات دي كلها فبدانا نفتح مكاتب واللي هي ومعامل ومعامل بحيث ان احنا في اماكن الشحن واماكن الحاجات دي للتسهيل للمصدرين واحنا في فتره احنا دلوقتي في تغيير مفهوم وتغيير فكر شامل وان شاء الله هنكون قده وان شاء الله ربنا يسهلها فيه. عندنا احنا ميزه نسبيه بجانب التصدير في النباتات الطبيه والعطريه. وكانت وزاره الزراعه في السابق مش دلوقتي بتدعم النبات الطبيه والعطريه بتدي مساحات من الارض وبتدي التقوي ببلاش للمزارعين علشان يصدروا النبات اللي هي اليانسون والكراويه والعبايه عشان تفتح اسواق. ليه الوزارة دلوقتي ما بتشجعش النباتات الطبية والعطرية كسابقا يعني؟ لا هي النباتات الطبية والعطرية ليها صفة خاصة أو معاملة خاصة أو هي ليها مميزاتها الخاصة أو صفاتها الخاصة كنباتات طبية. النباتات الطبية برضو حظها إن هي ميزة وعيب. إيه هو الميزة حضرتك؟ إن هو نبات تصديري من الدرجة الأولى. نبات تصديري من الدرجة الأولى. والميزه التصديريه بتاعته كمان ان هو مش مرتبط بمواسم لا ده على مدار السنه بيتم تصدير النباتات الطبيه والعطريه على مدار السنه فدي ميزه تعالى حضرتك تاني 95% من انتاج النباتات الطبيه بيتم تصديره تماما حضرتك النباتات الطبيه تيجي في المرتبه الخامسه من حيث القيمه مش من حيث الوزن لو بالاوزان حضرتك صدرت كام طن صدرت كام طن لا هي ملهاش لا حضرتك لا ده ما خف وزنه وثقل سعره ان حضرتك بتيجي في المرتبه حوالي الخامسه من حيث كميه اللي هي الفلوس اللي مصدره بيها لانها 95% حضرتك بيتم تصدير لان احنا برضو ما زلنا احنا شعب مش مستهلك للنباتات الطبيه هو مصدر للنباتات الطبيه فدي برضو بتبقى فيها عيب صغير ايه هو العيب بقى حضرتك ان احنا كشعب مش مستهلك بتبقى عمليه ممكن بتبقى عمليه فيها احتكار شويه الاحتكار شويه هي دي بس اللي ايه اللي مؤيده النباتات الطبيه ليه؟ لان سوقها مش هنا بالظبط والمزارع الصغير مش هيعرف يصدر وعشان كده هو احنا بندعو يمكن برضو من خلال الحمله القوميه كان النباتات الطبيه وندعو ليها يا رب ان احنا نجدد حمله النهوض بالنباتات الطبيه والعطريه نجددها تاني كنا بندعو اللي هي تكوين جمعيات لتجميع التجميع الاعشاب وتجميع المزروعات وتجميع الحاجات دي كلها بالطريقه المثلى من صغار المزارعين بحيث ان انا ما اتركهمش برضه يعني ايه لوحدهم يواجهوا العمليه دي فاحنا يمكن احنا بدانا فيها وان شاء الله في بدات الجمعيات وفي جمعيات اتنشات
وان شاء الله نحل المشكله دي. احنا عامه المناقشه مع حضرتك شيقه جدا، وكنا نتمنى تدوم ساعات وساعات، لكن جات اكثر من رعايات باذن الله. وفي النهايه بنشكر حضرتك على حسن استقبالك ومعلوماتك الجيده اللي قدمتها للمشاهد. بنشكر حضرتك وشرفتونا، واهلا وسهلا بحضرتك. وفي النهايه بنشكر زملائنا من طاقم الاعداد والاخراج والتصوير، ونتمنى لمصر في النهايه دوام التوفيق، وربنا يبعد عننا الامراض والاوبئه والكورونا، ومتعنا بالثمرات، وكل سنه وانتم طيبين. وهذا هو اسكندر احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.